السلام عليكم الحبيبات ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. تتمات الفيديو ان شاء الله اللي حطيت لكم البارح، كيف ما كتشوفوا هذه هي الكبيده اللي خرجنا. كيف ما شفتوها تبارك الله غزاله وكتشهي طريه، فالكل تبارك الله كنتمنى ان تكون يعني يكون صدق لكم العيد ديالكم مزيان. صافي الكبيده هي هذه، نتوما كتشوفوا كيقطعها الاخ ديالي، هو اللي كيتكلف بها وكيتكلف بهذا الشيء ديال الغداء كامل. قبلوا عليا وقبلوا على هذا الفيديو. بغيت فقط نشارك معكم هذا الشيء بلا زواق بلا حتى شي حاجه، يعني داك الشيء كيف ما كنديروه كنشاركوا معكم. كيقطعها هكا شرائح وكينقل هذاك الجليده الفوقانيه كذلك كيف ما شفتوا، وكيدير لها العطريه قبل ما يشويها، داك نص شويه كيدير الملحه الكمون الفلفله حمراء وشويه كذلك ديال السوداني. غادي هذيك اللي كتشوفوا دابا كيصوبها، هذه الكبده ديال الغلمي ديال الحولي، وهذيك الكبده ديال البقري. فها نتوما كتشوفوا كيخلطها مزيان مزيان. الكبده من الاحسن انكم تنقيو لهذاك الجليده ديالها وتصوبوها. انا خليتو كيصوب الكبده وجيت نشارك معكم الدواره او التقليه كيف ما كتقولوا لها، حنا كنقولوا لها هنايا فاس الدواره. صافي كنقطعوا الريه وكنديروها كتطلق مع الملحه، كنحكوها مزيان كذلك داك المصارل كما شفتوا نتوما كيتنقاو مزيان. نتوما شفتوها كي كتخرج بيضه، يعني كنغسلها الغسله الاولى والثانيه حتى كتولي هكا بيضه وكتشعل. كنقطع راس ديال البصله كبيره مع اربعه ديال الدريسات ديال الثومه او كل واحد على حسب القياس ديال الدواره اللي عنده. فهنا انا درت واحد الكونتيتي يعني ماشي كبيره، القياس ماشي كبير. درت هنايا واحد شويه ديال المليحه مع شويه ديال الابزار، ما تكثروش الابزار، الفلفل الاسود باش ما تجيكمش كحله. من طبيعه الحال غادي نضيف دابا شويه ديال سكينجبير. فسكينجبير كيف ما كتعرفوا كيخليها تلبى مزيان وكتجي ملبيه داك الدوار وما كتجيش ميها. هنا كنضيف شويه ديال الخرقوم وصافي. هنايا غادي نضيف كاس مخلط ديال البلديه، زيت البلديه مع الزيت الروميه. كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو، راكم كتشاهدوا كتنساو ما كديروش لايك لايك لايك، عارفكم يعني كتبغيو ديروا ولكن حتى انا بعد المره كننسى، فماشي مشكل. فكنطلب منكم انكم ديروا لايك الفيديو باش يشاهدوه بزاف ديال الناس. هنايا الكبده من بعد ما تشرملات وخلاها واحد شويه كتشرب، داك الشرموله كيديرها كيصهدها على في الضو او حتى على النافخ ماشي مشكل. هنا يقطع القلب وقطع الكلوة وقطع لوري البنكرياس لوري وخلطوا ودارنا واحد القطيبة ديال الباناشي ما نقول لكم شحال دات صراحة. بسلامتكم يعني بسلامت كاع 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 الناس اللي عزاز عليا، كنقول لهم بسلامتهم عليا. صافي هنايا غادي يدير المليحة وغادي يدير هنايا الفلفلة حمراء تحميره، كيضيف كذلك شويه ديال الكمون، ومورا غادي يضيف شويه ديال السوداني. السوداني هي الحار، داك المزود الصغيره الحمراء اللي كتكون يابسه وكنطحنوها ودائما يعني كتكون عندنا متواجده في البيت في المطبخ. صافي هنايا كيخلط مزيان، كياخذ داك الشحيمه كيقطعها باش غادي يبداو يعمروا القطيبات. ها نتوما كتشوفوا انا كيف ما قلت لكم بغيت نشارك معكم كل شيء كل شيء، يعني ما هذا الفيديو ما فيه لا زواق لا قوه ديال هذه قد هذه. صافي داك الشيء كيف ما كانوا كيتصاوب كنصاوبوا معكم. هنا الكبده من بعد ما تشوات نص شويه قطعها هكا طريفات وغادي يبدا يدير في البولفاف. بالنسبه للبولفاف كنحتاجوا الرضا كيف ما شفتوا اللي قلت لكم، يعني الشحمه اللي كنكون درتها في بانيو ديال الماء كيف ما وريتكم في الفيديو ديال البارح، وكنشروها حتى كتنشف مزيان. انتم كتشوفوا كي كتجي ناشفه ومقرته مزيان باش كتشوى مزيان وما كتبقاش فازقه. هنا كيسرحها وكيخلط داك الفلفله الحمراء مع الكمون مع الملحه مع شويه ديال السوداني وباش كيرش داك الشحيمه، وحتى هي كتجي لذيذه بزاف. ف
فتبارك الله راه كلشي كيعرف يصاوب البولفاف، غير انا فقط بغيت نشارك معكم الطريقه ديالنا والجو ديالنا. كنت صراحه بغيت نصور لكم داكشي عادي وكلشي كيهضر، ولكن كان شويه ديال الصداع كيف ما كتعرفوا مع العيد. هنا كيدير طبيقه على طبيقه على طبيقه وكيلويها على هذا الشكل هذا باش كتجي ساهله وصافي. كيقطعها سويرات، كيقطعها شرائح باش غادي يدور داك الكبيده وغادي يخرج لنا بولفافي ان شاء الله. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا ها هو كيجبد هاد السويرات، داكشي تبارك الله عنده مصمق متيول. ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الفيديوهات معاه، انتظروا الفيديو الجاي غادي يكون زوين ومشوق بزاف بزاف وفيه بزاف ديال الاستفاده من عنده. هنا القطيبات كيف ما كتشوفوا ديال الباناشي هو بغى يديرهم هكا يخلطهم، والصراحه جاوا زوينين فيهم فيهم القلب والكلوة والوري. هنايا تبارك الله البولفاف طلق لنا العوافي، صافي راه برد داك العافيه. ونتمنى انكم تكونوا تانتوما دوزتوا العيد مبارك، وكيف ما كتشوفوا شاهدوا معايا الطبيله وجدتها وقديتها، وحتى هي كنشاركها معكم. قبلوا على هذا الفيديو وما تنساوش تخليوا لي تعاليق زوينين زوينين ولا لايك لا لايك. وان شاء الله الفيديو الجاي كيف ما قلت لكم غادي يكون فيديو زوين وفيه بزاف ديال الاستفاده. ايوا هذه هي الطبيله ديالنا، هنايا البوفاف حتى هو ها هو كتشوفوا. هذه هي الدواره، من بعد ما طابت كنقلبها مزيان، لان نهار العيد في الصباح كنصوبوا الدواره وكنديروها كطيب في نفس الوقت. يعني على ما كنكونوا كنصوبوا داك الكبيده حتى الدوار كنديروها، كندير الفلفله حمراء رويس ديال المعلقه ديال الكمون، كندير واحد المعلقه ديال الخل الكبيره كيف ما كتشوفوا، وكندير واحد شويه ديال السوداني، وكنولي نزيد لها شويه ديال القزبور مع شويه ديال المعدنوس، يعني القزبور غلب من المعدنوس الربيع، وكنضيف لها واحد شويه ديال الماء، وغادي نولي نشد عليها باش تشرب مزيان وتعلك وتجي ملبيه مزيان. كنقول لكم بالسلامه عليكم، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنساوش ديروا لي لايك. كنعاود نقولها لكم فضلا وليس امرا، الى اللقاء وفيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.